السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خاوتي اللي خصاتو أي سيارة اكتبنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. خاوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، شافرولي نيو سبارك لاين 2011 طاقة بنزين محرك 1.81 شوفو كارتغري صافية. خوتي السيارة طوله 124 مليون، موجودة في قسنطينة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو 2015 طاقة مازوطة المحرك 2.0 شوفو ماشي 136 في كاتيجري الصافية. خاوتي هالسيارة فيها البرشوك افو على نقاوة، عطاولو 345 مليون، موجودة في الجزائر. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو اف ايرلاني دومي سازا طاقة مازوطة المحرك 2.0 143 شوفو كارتغري صافية. خاوتي السيارة عطاولو 340 مليون، موجودة في سيدي بلعباس. قرأوا البطاقة التقنية من إخابتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو اف ايرلاني دومي ديسات الطاقة مازوطة المحرك 2.0 170 شوفو علبة سرعة اوتوماتيك ماشية 161 الف كارتغري الصافية صبيغة 2.0. خاوتي السيارة عطاولو 370 مليون، موجودة في ميلا. قرأوا البطاقة التقنية من إخاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. تويوتا هيليكس لاني 2015 طاقة مازوطة المحرك 2.5 144 شوفو
ماشي 200,000 كارتغري صافية. خوتي السيارة فيها لال أمامي وفروا فوق الروضة لاريير، السعر مولاها راه يقول 400 مليون، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في قسنطينة الخروب، راه البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. تويوتا هيليكس لاني دي منها في الطاقة مازوت، ماشي 420,000 كارتغري صافية. خفتها السيارة فيها ليل، عطاولو 232 مليون، موجودة في عين تيموشنت. قراو البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تحيطو المولاه. نيسان 2009 طاقة مازوت، المحرك 2.5 127 شوفو، ماشية 355,000 كارتغري صافية، السعر مولاها يقول 180 مليون، قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في الجلفة. قراو البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. غولف شركات لاني 2003 طاقة مازوت، المحرك 1.900 شوفو، ماشية 313,000 كارتغري صافية. خاوتي السيارة طولو 95 مليون. راو البطاقة التقنية من خابتي قبل ما تعيطو المولاه.